النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 280 من صكوك السلام الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 14 من شهر أغسطس 2024 إلى 13 من شهر نوفمبر 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.15%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 189%. نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخرا التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من عام 2024. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور فيصل عيسى حماد، الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية. وفي البداية، كيف ساهمت القطاعات غير النفطية في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2024؟ وما هي النسبة التي شكلتها من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. تعتبر مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات تنوعا على المستوى الإقليمي، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الغير النفطي حوالي 86% في الربع الأول من العام 2024، وهي نسبة المساهمة الأعلى على الإطلاق، حيث كانت النسبة تقدر ب 60% في عام 2003. يعتمد القطاع غير النفطي بشكل أساسي على قطاعي الأنشطة المالية والتأمين وعلى الصناعات التحويلية. في الواقع ذاته نشوف ارتفاع في نسب مساهمة القطاعات الواعدة المعلن عنها في خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021، مثل قطاع الإقامة وخدمات الطعام. بالنسبة لأداء الاقتصاد في الربع الأول من عام 2024، فبحسب تقديرات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نمى القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنفس النسبة. نعم دكتور، يعني ما هي العوامل التي أدت إلى تحسن تصنيف مملكة البحرين في مؤشرات التنافسية العالمية؟ وكيف انعكس هذا التحسن على ترتيب المملكة عالميا في تصنيف التنافسية لعام 2024؟ طبعا هناك عوامل عدة ساهمت في تحسين أداء مملكة البحرين ضمن المؤشرات والتقارير الدولية، منها تنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية مثل خطة التعافي الاقتصادي اللي ذكرناها سابقا، وكذلك الجهود المستمرة في رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة. اليوم الحمد لله نشوف نتائج المملكة ضمن مؤشرات التقارير الدولية جاءت لتترجم هذه الجهود. على سبيل المثال، منذ إدراج مملكة البحرين في عام 2022 ضمن تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تحسن تصنيف المملكة بواقع 9 مراتب لتصبح الآن في المركز 21 عالميا ضمن إصدار العام 2024. والجدير بالذكر أن المملكة جاءت في 10 المراكز الأولى ضمن أكثر من 70 مؤشر فرعي في هذا التصنيف. بالتأكيد الدكتور فيصل عيسى حماد، الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شكرا جزيلا لك. أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية نتائجها المالية للربع الثاني والستة أشهر الأولى للسنة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث سجلت المجموعة ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 33,610,000 دولار أمريكي للربع الثاني من العام، بزيادة بنسبة 9.8%.
وبهذه المناسبة أكد السيد عبد المحسن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية أن المجموعة واصلت مسار نموها خلال الربع الثاني من عام 2024 وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما ضمت المجموعة مساهم استراتيجي جديد وهو السيد أحمد بن سعيد القاسمي في قائمة ملكية أسهم المجموعة، وانطلاقا من استراتيجيتها الهادفة إلى تقديم قيمة أكبر للمساهمين قامت مؤخرا بتعيين بي اتش ام كابيتال كمزود للسيولة لأسهم جي اف اتش المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى سيكو كصانع سوق لأسهم جي اف اتش المدرجة في بورصة البحرين. من جانبه أكد السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة جي اف اتش المالية أن المجموعة حققت نتائج جيدة في الربع الثاني والنصف الأول من العام، حيث شهدت هذه الفترتين نموا في الدخل يفوق 50% على أساس سنوي، مما مكنها من تعزيز الربحية بما يتماشى مع التوقعات السوقية.